بس ركز معي على الشيء اللي بحكي لك اياهم. هلا هذول من اوردر اسمهم اكتينومايسيتس. هذا في اثنين بكتيريا كثير مهمين، برضه بكتيريا ثانيه بتعمل بالمناري انفكشن، برضه بنحكي عنها بارشلي اسيد فاست. طيب فالبكتيريا هاي هي بس الثانيه غير المايكرو بكتيريا اللي بتعطي اسيد فاست. ايش اسمها؟ طبعاً ليش أحكي لك هيك كمان؟ عشان بالوصف إذا بتشوف clinical scenario بتنحكي partially acid fast filamentous branching bacteria. هذه واحدة endocardial disease endocardiosis. طيب هذول الاثنين بس البكتيريا اللي بيعطوا acid fast، غير طبعاً الميكروبكتيريا اللي تشمل الثلاثة tuberculosis والليبري تبع الليبروسي والانتي امز اللي بنسميهم tuberculosis مايكروبكتيريا. بس ذكر بالوصف بيحكى انه filamentous branching partially acid fast فسلوري. ممكن اجيب لك سيناريو كيس في عنده بالمونري سيمتومز واقول لك انه اللي لقينا عنده هي branching partially acid fast filamentous bacteria. وايش اي واحده منهم؟ احط معهم مايكروبكتيريا بس هي نوكارديا. طبعا من الديزيزز اللي غلبوا البشريه هذا التوبركلوسيس. يعني بال 2020 الانسيدنس كان 10 مليون نيو كيسز، 1.5 مليون ديث. تخيل احنا بال 2020 وبعده من انفكشنز ديزيز بفوت بموت هذا العدد او الكم الهائل من البشر. طبعا اصلا غير مشاكل التشخيص تبعه كثير صعب، العلاج تبعه كثير طويل، الكومبليكيشن تبعته، الدراج ريزيستنس، وحالات الحروب وانتقال الانسان ما بين الدول اللي موبوءه والدول غير موبوءه. احنا بالاردن عندنا الانسيدنس حوالي 10 ل 25 كيس بير 100,000 انديفيدجوال، بس بقولوا مع موجات اللجوء اخر فتره زاد العدد. هاي البكتيريا they are neither gram positive nor gram negative. زمان بالكتب كانوا يحطوا weakly gram positive، هلا ابدا مش مقبول تحكي عنها weakly gram positive. هي acid fast bacilli بالدسكربشن، فهي bacillus. they are non spore forming non motile non encapsulated. طيب they are aerobic strictly aerobic as well as they are facultative intracellular. most of the time they are intracellular inside the alveolar macrophages. their primary niche. بس هذا بيعتمد كمان اذا بالمونري تيوبركلوزس ولا اكسترا بالمونري تيوبركلوزس. في ثلاثه ممبرز بهاي الفاميلي المايكوبكترياسي، هذول they are of high medical importance. اول واحد المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس كومبلكس. انا بحكي لك ليش كومبلكس، هم 11 جينيتيكالي ريليتد. هذول اي واحد منهم بصيب الانسان بيعملوا عنده ممكن يعمل عنده تيوبركلوزس. طيب اللي هم مرض السل او التدرج. المايكروبكتيريوم ليبري كوزيتيف ايجنت اوف ليبروسي مرض الجبام. طيب مايكروبكتيريوم او ايريوم انتراسيلولاري او كلهم بسموهم انفايرمنتال مايكروبكتيريا، هذول موجودين بالسويل وبالانفايرمنت. اشهر واحد فيهم هو المايكروبكتيريوم ايريوم انتراسيلولاري، هو اثنين ماك كومبلكس مايكروبكتيريوم ايريوم كومبلكس. هم دائما تنتين مع بعض المايكروبكتيريوم ايريوم والمايكروبكتيريوم انتراسيلولاري، خصوصا بالاميونو كومبرومايزد انديفيدجوال انفريكوينتلي كوزيتيف اوف ا ديزيز ان اميونو كومبتنت انديفيدجوال. هذول اوبورتونيستيك باثوجينز نحكي عنهم بريفلي باخر المحاضره. بس هذول مثلا بامريكا اللي بيعزلوهم المايكروبكتيريا هم مايكروبكتيريوم تيوبركلوسيس اكثر شيء، بعدين مايكروبكتيريوم كانساسي، بعدين المايكروبكتيريوم ايفيوم كومبلكس، والرابعه اسمها مايكروبكتيريوم جوردوني. طيب فهي بس وحده كوزيتيف ايجنت اوف تيوبركلوسيس، والثلاثه الثانيين كلهم اوبورتونيستيك او انفايرمنتال مايكروبكتيريا. طبعا اجين هذا هي اللي اكتشفها روبرت كوخ، بسموها كوخ باسيلس واحده من التسميات لها، وهي اخذ عليها جائزه نوبل. زائد انه التكنيك اللي انعمل عشان تتسمى اسيد فاست باسيلاي اسمه زيل نيلسون تكنيك، انا بحكي لكم عنه شوي اكثر. من التسميات القديمه له برضه كان في تسميه كونسومشن، لانه البيشنت جيت كونسيومد، وون اوف ذا
symptomatology patients بيجوا فيه they lose weight. فدائما خلي في بالك انه tuberculosis one of the great initiators بيسموهم من الاشياء اللي بينقصوا وزن المريض بشكل significant. بس هو الكورس تبعه indolent insidious very slow. وبالتالي دائما بس يكون عندك مريض عندك suspicion انه يكون عنده cancer بغض النظر شو هو الكانسر بتحط لي differential diagnosis tuberculosis. طيب في برضه يسموه white plague because of extreme pallor هذول الناس لانه shortness of breath وساينوسيس. كان في واحد من التسميات القديمه phthisis 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 هذول تسميات قديمه للمايكروبكتيريوم للتوبركلوسيس. عندنا العربي اسمه مرض السل او مرض التدرج. طيب على اي منبر من فاميلي اسمها مايكروبكتيريوم توبركلوسيس كومبلكس بيعمل ممكن يعمل توبركلوسيس عند الانسان. طيب زي ما انت شايف البرنسبل منبر فيها اسمه مايكروبكتيريوم توبركلوسيس وهذا اللي بي ابريفييتد باي ام تي بي. بس اي واحد ثاني منهم برضه بيعمل توبركلوسيس لانه في لهم شويه ديفرنس بين جيوغرافيكال ديستريبيوشن. مايكروبكتيريوم افريكانوم بوفيس هذا ذيس واز ا كومون كوز of tuberculosis before the era of milk pasteurization. طيب خصوصا الابدومينال tuberculosis. المايكروبكتيريا ميكروتي كابري الاتدي سوريكاتي مونجي داسي as well as اوريكس and كانيتي كلهم هذولا ممكن يعملوا tuberculosis بالهيوم. again بالوصف تبعهم نحكي acid fast pastel light. Right? They are non-spore forming, they are non-motile, they are non-encapsulated, they are strictly aerobes, they are facultative intracellular bacteria. The duplication rate تبعهم كثير واطي. بيقعدوا حوالي 18-24 ساعة to duplicate or multiply. وهذا دائما نحكي كمقارنة مع الإي كولاي. الإي كولاي كل 20 دقيقة. هذا إيش الـ duplication؟ الـ duplication العلاج. العلاج تبعهم كثير طويل هذول المرضى. تبدأوا تعطيهم لست شهور. الشغلة الثانية بيطبق على الدياجنوسيس بس تيجي نعملهم كلتشر لأنهم slowly multiplying بكتيريا نقعد up to 8 weeks نستنى بالكلتشر لحتى نقول إنها نيجاتيف كلتشر. وإذا بده يصير جروث بصير بعد 4 أسابيع ل 6 أسابيع. طيب برضه usually resistant للنورمال disinfectants اللي تعرفوهم هذول البسيطين هم يعني من أعلى البكتيريا بعد البرايونز والسبور البكتيريا اللي فورمينج السبور تيجي المايكروبكتيريا وبالتالي بدها هايلي ديسانفكتنس. يعني واحد من الأشياء اللي تضل في بالك السبيوتم اللي بيطلع من مريض التوبركلوسيس إذا كان في مكان معتم وبارد خير بضل فيابل في المايكروبكتيريا up to 6 months. هلا قديش هو معدي المايكروبكتيريا التوبركلوسيس. عشان هيك زمان كان واحد من الاشياء اكيد للمريض التوبركلوسيس لازم ينعمل له كورنتين ايزوليشن. طيب هم دي ريندر نون انفكشس بعد ما يبلشوا تريتمنت باسبوعين لثلاث اسابيع. طيب بس قبل هيك لازم ينعمل لهم كورنتين. فدائما كان مصحوب بالتوبركلوسيس الاستيغما يخافوا المرضى لانه يصير الناس تتجنبهم وغير انهم لازم ينعزلوا غير انه اصلا ديزيز مربوط بالفقر والمال نيوتريشن والاوفر كراودنج. طيب This is a high power micrograph of a sputum من patient in the pulmonary tuberculosis. وهي البسيلاي اللي انت شايفهم هذول acid fast بسيلاي ماشيين مع microbacterium tuberculosis. هذا كيف ناخذ sputum sample من البيشنت نروح نعمل له staining بكربون فيوكسين ستين. هاي لون لونها يصبها احمر. بعدين نيجي نعمل هيتنج للسلايد اللي عليها السامبل السبيوتر هيت عشان تؤيد بنتريشن للداي. هلا واحد من الاشياء كثير هاي الخصائص السلو مالتبليكيشن ريت الفيرينس تبع المايكروبكتيريا از ريليتد للهاي ليبيد كونتنت. فضل في بالك بس واحد يحكي لك مايكروبكتيريا اشي يونيك وخاص فيها انه فيها هاي ليبيد كونتنت وهذا هو بفسر كثير اشياء الفيرينس والسلو مالتبليكيشن ريت والاسيد فاست ستيل. نعمل هيت هذا بيعمل بنتريشن للليبيدز الموجودين في السيلول تبع المايكروبكتيريا. بعدين بنروح بنعالج السبيسيمين او السامبل اللي هو السبيوتم بنعالجه باسيد والكهول HCl والكهول. مع انه احنا عالجناه باسيد والكهول ما بصير ووش للستين اللي صبغناه بالاول هاي الاحمر. فعشان هيك بسموها اسيد فاست. مع اني عالجتها بالاسيد
ظلت محتفظة بأول صبغة. بنروح نصبغها بكاونتر ستين مثلين بلو ما بياخذوها لأنه بس أخذوا الصبغة الأولى. عشان هيك يسموها أسيد فاست بسرعة. ما إني عالجتها بأسيد وألكوهول ما مسحت الصبغة الأولى. ليش ما مسحت الصبغة الأولى؟ لأنه هاي ليبيد كونتنت والصبغة هاي صارت ويل انتجريتد بالسيلول تبع المادة البكتيرية بالتركيز. هلا الموست سبيسيفيك دايجنوستيك تيست للتوبركلوسيس هو كلتشر. مشكلتنا مع الكلتشر انه بتاخذ كثير وقت طويل، بس للكلتشر تبع المايكروبكتيريوم توبركلوسيس في عندي الفلويد ميديا اللي هو البروث ميديا، وهذا هو عباره عن 7H9 7H12. في عندي سيمي سوليد ميديا، هذا اللي عباره عن انسبيسيتد ايج ميديا اللي هو بنسميه لونشتاين جيس ميديا، هذا نوعا ما اقدمهم. في عندي برضو سوليد ميديا اللي هو ميدل بروك اجار اللي هو 7H10 7H11، هذول كلهم ممكن نستخدمهم للجروث تبع المايكروبكتيريا. وهذول الكلتشر واللي بتطلع الكلتشر كثير مميزين، هذول اللي دراي رف كلهم زي ما انتم شايفهم وبارزين مجعدين، هذول المايكروبكتيريا تبركلوسيس كولينز. وهذا على اللونشتاين جينسن ميديا، هذول يسموهم لونشتاين جينسن سلانس، وبكون عليهم صبغه خضراء اسمها مالاكايت جرين. هاي الهدف منها انه السبيوتم تبع المريض في كثير كونتامينيت، في كثير نورمال فلورا. هاي ذس ويل انهبيت موست اوف ذا نورمال فلورا كونتامينت بات نوت مايكوبكتيريوم توبركلوسيس. مشكلتنا معهم انه زي ما قلت لك اذا بده يصير جروث بده بعد 4 أسابيع لست اسابيع ليصير، واذا بدنا نقول عنها نيجاتيف كلتشر بدنا نستنى 8 أسابيع لنقول عنها نيجاتيف. فتخيل اذا انت اذا بكون اذا بدك ضلك تستنى بهذول الفحوصات وتقول المريض وكل المريض عنده تبركلوسيس وهو انفكشس وماشي بالمجتمع كونتيجس. طيب طبعا كثير من الصفات اللي حكينا عنهم بما يتعلق بالمايكوبكتيريوم تبركلوسيس is related to the complex cell wall they have. هذا السيل وول تبعهم زي ما قلت لكم الهاي ليبيد كونتنت، وهو احنا هون البلازما ممبرين تبع المايكوبكتيريوم تبركلوسيس سيل. بعدين في عندي تو لايرز، في انر لاير وفي اوتر لاير. هون مسمى الاوتر لاير كبسول بس هو مش كبسول، الصوره ماخوذه من نيتشر، هو نون كابسوليتد مايكرو اورجانيزم. الانر لاير في 3 مايكرو مولكيولز هم منين؟ البيبتيدو جلايكان ارابينو جلاكتانز والمايكوليك اسيد، هذول اللي بيعطوا الهاي ليبيد او الفاتي كونتنت. مايكوليك اسيد هذول لونج تشين فاتي اسيد، الكربون فيهم 50 ل 70 لونج تشين كربون. طيب بعد هيك بعد هذول طبعا طلع حتى اول مايكرو مولكيول بيبتيدو جلايكان الناج والنام ان اسيتيل جلوكازامين وان اسيتيل بيوميك اسيد، هذول كليتهم فيهم هيفي كروس لينكج. طيب بعدين بيجي عندنا الكبسول هاي اللي هو مسميه كبسول بس هو نون كابسوليتد مايكرو اورجانيزم، هاي عباره عن ليبيد وبوليسكارايدز، وهذا بيزيد الكومبلكسيتي تبعت السيل وول تبع المايكروبكتيريا تبركلوسيس. اشياء ورث منشنينج بالفيرينس فاكتور تاعون تبركلوسيس، اول واحد بدي اقول لك عنهم اللي هم السلفاتايدز، هذول اللي هم عباره عن سلفا وليبيدز موجودين في الاوتر لاير. هذول السلفاتايدز دي انهبت الفاجوسوم لايسوسوم فيوجن، هذول ما حكينا فكنتاتيف انتراسيلولر، اول ما يفوتوا اذا كان الروت انهليشن بيروحوا على الفيولر ماكروفيجز. طيب جوا الفيولر ماكروفيجز ما عندنا بروفيشنال فاجوسايت بيعملوا انهبيشن للفيوجن اوف فاجوسوم لايسوسوم. One of the roles is attributed to sulfatides. هذولا by blocking early endosomal autoantigen بسموه early endosomal autoantigen 1. طيب إشي ثاني worth mentioning بالفيرنس فاكتور هم لايبو أرابينو منان واللايبو منان، هذول الفيرنس فاكتور موجودين في السيل وول تبع أو الأوتر لاير تبع الميكروبكتيريا تبركلوسيس. إشي ثالث worth mentioning إشي اسمه تري هالوز دايمايكوسيليزيت او بسموه كورد فاكتور، هذا واحد من الاشياء اللي تضل لازم تضلها في بالك. هذا مسؤول عن فيتشر بالمايكروبكتيريوم بسموها سيربنتين جروث ان فيترو. ايش يعني سيربنتين؟ روب لايك، ناس بتجمعوا على شكل روب. طيب هذا مسؤول عنها الكورد فاكتور او اللي اسمه تري هالوز دايمايكو سيروزيت. طبعا هذول حتى فيهم سكريشن سيستم بسموه تايب 7 سكريشن سيستم بالمايكرو بكتيريا، وفي كثير من السلفا ليبيدز او فيسيرول كونتيننج ليبيدز هذول از فيرينس فاكتور من المايكرو بكتيريا تبركلوسيس. كلينيكلي
في تو انتيتيز اكزيست من المايكروبيوم تبركلوسيس انفكشن. اول واحده هي اكتيف تبركلوسيس اللي هو مرض السل، والحاله الثانيه اللي هي لاتنت تبركلوسيس. هذول الناس بكون عندهم مايكروبيوم تبركلوسيس بس they don't feel ill or sick and they are not contagious. هذول الشغلتين. طيب دبليو اتش او بتقول ثلث سكان العالم عندهم لاتنت تبركلوسيس. تخيل قديش الكم الهائل من الناس اللي عندهم لاتنت تبركلوسيس. هذول عرضه ولما يصير جهاز المناعه تبعهم لسبب او لاخر اميونو كومبرومايز they might develop secondary reactive tuberculosis. بتكون المايكروبكتيريا عندهم دورمنت بس ينزل جهاز المناعة عندهم بصير عندهم secondary reactive tuberculosis. بس اللي بينصاب من أول مرة develop disease بنسميه primary active secondary reactive. طيب هلا بحكي لكم عن هاي. مش كل واحد بتعرض للمايكروبكتيريا tuberculosis will develop tuberculosis، لأنه هذا بيعتمد على infectious dose، بيعتمد على immune status تبع الدوز، بيعتمد على environment اللي عايشين فيها الاثنين. من ناحية الدوز اللي مقبول عالميا بيقول لك free bacilli of mycobacterium tuberculosis they are enough to establish infection. تخيل free bacilli. من ناحية الهوست أكيد إذا كان immuno compromised خصوصا مرضى الايدز الماليجنانسيز اللي بيأخذوا immuno suppressive agent هذول أكثر عرضة to develop active tuberculosis. هذا بيقودني للسؤال اللي سألتني عنه امبارح، ليش ما نعطيهم immuno suppressive؟ شوف الناس اللي عندهم ايدز كيف بيصير. هو صحيح كثير من الدمج تبع التوبركلوسيس not attributable للانفكشوس ايجنت اللي هو المايكوبكتيريوم rather than to the immune response، بس ما نقدر نعملهم immune suppression. طيب زي ما حكيت لك بال 2020 دبليو اتش او بتقول في 10 مليون نيو كيسز انسيدنس تبع التوبركلوسيس، 1.5 مليون منهم توفوا بالتوبركلوسيس بال 2020. تخيل هذا الرقم كثير هائل. This is the leading infectious cause of death in HIV patient with immunocompromised patient as a single bacterial agent اللي هو التوبركلوسيس. طبعا الترانسميشن تبعه هو mainly through droplets in nuclei as well as airborne disease. والمايكوبكتيريوم بوفيس اللي هي كانت تعمل مايكوبكتيريوم بوفيس الانباسترايز ميلك كان بده هذا ingestion as well as sometimes direct inoculation if there is cut wounds or skin abrasions. هذول كلهم يتو مود اوف ترانسميشن للتوبركلوسيس. طبعا الانسيدنس فاريز وورلد وايد. بنحكي لكم احنا بلندن بتقول من 10 ل 25 نيو كيس الانسيدنس لكل 100,000 شخص. في بعض دول كثير موبوءه بالتوبركلوسيس زي ما انت شايف، خصوصا دول جنوب افريقيا، خصوصا هذول ساوث افريكا وسوازيلاند. برضو الصين، بنغلاديش، الهند، دول الاتحاد السوفيتي سابقا، هذول برضو عندهم كثير توبركلوسيس، وخصوصا انواع سيئه من التوبركلوسيس هم بسموهم MDR وXDR. راح احكي لكم عنهم اكثر. مالتي دراج ريزيستنت سترينز از ويل از اكستنسيفلي دراج ريزيستنت سترينز. خلي بالك وانت بتاخذ مثلا من مريض هيستوري اساله عن ترافل هيستوري لا such places. بتعرفوا احنا بلندن مثلا كثير ناس بروحوا بدرسوا في دول الاتحاد السوفيتي سابقا. هلا التوبركلوسيس ممكن افكت اني سايت اوف ذا بودي. موست كومن فورم هو بلمونري توبركلوسيس. برضه في اكسترا بلمونري توبركلوسيس بس الموست كومن فورم هو بلمونري توبركلوسيس. البلمونري توبركلوسيس برضه ممكن يكون يصير له مش بس confined to a single lobe أو lobule من اللين like pneumonia like أو cavitary lesion، وإنما بصير infiltration all over both lungs. وبهاي الحالة بسموه miliary TB. miliary لأنه فيه بيكون millet like seed like كل الجهتين تبعون الرئتين. هلا هذا نفسه ممكن يصير له erosion لهذول lesions على blood vessels أو على lymphatics ويصير لهم اكسس على سيستميك سيركيليشن. واحده من الاشياء اللي بنخاف فيها والموست سيريس فور اللي هو تيبركلوس مننجايتس، هذا خصوصا بالاولاد الصغار الميلياري تي بي والتيبركلوس مننجايتس. هذا اول ما تدخل المايكروبكتيريوم تيبركلوسيس جيت انجلف باي الفيولار مايكروفيجز، توصل للالفيولاي وهناك بتاخذهم الالفيولار مايكروفيجز. هل هو اكتف انترنالايزيشن ولا ريسبتور ميديتد انترنالايزيشن؟ اني هاو اول ما يدخلوا على الماكروفاجز حكيت لك بيعمل انهبيشن الفاجوسوم لايسوسوم فيوجن،
وبالتالي بصير اكيوت اكزوديتيف ليجن موجود في المكان اللي فيه المايكوبكتيريوم توبركلوز، هذا بسموه جون فوكس. اذا نفسه هذا الجون فوكس برضو وصل للدرينينج ليمف نود بصير اسمه جون كومبلكس. طيب اذا هذا الجون فوكس او الجون كومبلكس اما ممكن يصير له ريزوليوشن الجسم بيمتص ابزوربشن للاكزوديتيف ليجن وبعدين بصير له فايبروسيس وكالسيفيكيشن وخلص المريض ما عنده اكتف تبركلوس، او بصير له ديسيمينيشن وبصير عند المريض اكتف تبركلوس سواء لادجيسنت سايتس او زي ما حكينا ميتوجينيوسلي او ثرو ذا ليمفاتيك. هلا في الفورم الثاني اللي هو الاكسترا بلمونري، بالعاده المريض بيكون عنده بلمونري بعدين ديفلوب اكسترا بلمونري، بس هذا كمان ما بيعني انه كل اكسترا بلمونري بيكون معاه في بلمونري ليجن او انفلاميشن. في كثير extra pulmonary TB without any evidence of pulmonary involvement. وزي ما ممكن يصير أي مكان بالجسم، الكيدنيز، البرين، البون، spinal cord هون أو spine بيسموه put disease. ممكن lymph node برضو واحد من الأشياء الشهيرة اللي بتصيبها المايكوبكتيريوم توبركلوسيس وبيسموها scrofula، هي عبارة عن cervical lymphadenitis عند الأولاد الصغار خصوصاً. طيب برضه ممكن يكون باللاريكس، ممكن يكون بالبلورا، ممكن يكون بالابدومن وبالكيدنز زي ما حكينا. وفي عندنا برايمري اكتف وسكندري ري اكتف. طيب هلا الترانسميشن تبعه هو مينلي ثرو ذا ريسبيراتوري روت، وبالتالي اذا المريض كفي سنيزنج شاوتنج كليته جنريت دروبلت نيوكليي هذول ذي ار انفكشنز از ويل از ذي ار فايبل فور برولونج بيريد اوف تايم زي ما حكينا. الشكل الثانية في هاي الفورمولا حتى تضلها في بالكم هي 10-3-1، لكل 10 تعرضوا للمايكوبكتيريوم توبركلوسيس 3 will develop latent tuberculosis، 1 will develop active primary active tuberculosis. هذا يعني انه في 6 somehow they clear out the infection by their innate as well as adaptive immune system. الشكل الثانية هذول الثلاثة اللي develop latent هم اكثر عرضه انهم يصير عندهم سكندري رياكتيف باول سنتين، 50% منهم ديفلوب باول سنتين سكندري رياكتيف توبركلوزز، ال 50% الثانيين ليتر ديكيدز ان ذير لايف عشان بدهم عشرات السنين تو ديفلوب سكندري رياكتيف توبركلوزز. فعشان هيك برا اذا في عندي لاتنت توبركلوزز بيشنت عندهم هاي بروبابل ريسك انهم تديفلوب اكتيف، هذول بقوم بمونيتور ذم سبيشالي فولو اب اول سنتين وبيعطوهم البريفنتيف تريتمنت اللي هو الايزونازول. طبعا الهول مارك اوف باثوجينيسيس للتوبركلوسيس هي جرانيلوما فورميشن، هي عباره عن طريقه للميون سيستم تو كونتين انتراسيلولار انفكشن. طيب زي ما حكينا هم بيوصلوا الالفيولار ماكروفاجز ذي بلوك الفاجوسوم لايسوسوم فيوجن ريكروتمنت لاذر مونيوكليير سيلز as well as polymorph nuclear cells. بصير عندي acute exudative lesion وهذا acute exudative lesion ممكن زي ما حكينا يصير له fibrosis وcalcification بوقف الموضوع هنا أو develop into chronic productive type اللي هو granuloma اللي هي hallmark of pathogenesis. وهاي granuloma ممكن يصير فيها caseous necrosis وبعدين هذول البسيلاي they escape to the either lymphatics or adjacent sites or blood circulation. هذا بالباثولوجي بس انه في نوعين اكزوداتيف تايب هذا بكون فيهم ايديما وهم مينلي بوليمورف نيوكليير سيلز وهذا اول ليجن بصير من وجود المايكروبكتيريوم توبركلوسيس بالالفيولار ماكروفاجز وهذا الناس اللي ممكن ديفلوب لاتنت او اكتف توبركلوسيس دي بروجريس انتو كرونيك برودكتيف تايب وهذا بكون فيه 3 لايرز. طيب اول لاير في البسيلاي وجينت بثيلويد سيلز او فومي سيلز وبعدين في لاير فيه المونوسايتس او از ويل از ماكروفاجز اذر فاجوسايتس وفي لاير فيه تي سيلز اللي بيجوا ديفرنشيت انتو تي هيبر 1 سيلز. طيب في لايرز وهذا ممكن يصير شيء بالوسط زي ما حكينا كيزيس نيكروسيس وذن ذوز بسيلاي ذي جيت اكسس تو ادجيسنت سايتس ليمفاتكس از ويل از بلود فيسلز. هلا برضه في شغلات لازم نضلها في بالك انه هو طبعا ممكن يكون باي مكان بالرئتين بس اعتيد انه البرايمري اكتف توبركلوسيس موست اوفتن ات ذا بيزز اوف ذا لانجز
while the secondary reactive usually at the abysses of the lung. والتفسير تبع ليش السكندري رياكتيف اتس بليف تو بي ديو تو هاي اوكسجين تنشن ات ذا ابيسز اوف ذا افكتد لنج. طبعا كلينيكلي ما تتخيلوا انه تشخيص التبركلوسيس سهل ابدا, يعني انت بكفي انت تحطه بالديفرنشال دياجنوستيك بس تسمع مريض عنده كرونيسيتي اوف ذير سيمبتومز. هذول الناس بالعاده ببلشوا طبعا حكيت لك البروجريس تبع الديزيز فيري سلو انسيديوس. طيب يعني مش كل يوم بيجيك بعرض جديد, هاي الاعراض بتاخذ شهور لحتى تظهر عند المريض. The most common, the most frequent symptom اللي هو reproductive cough عند هذول المرضى. بس هذول بصير عندهم low grade fever خصوصا at nights as well as night sweating. طيب وبصير عندهم anoptysis, they cough up blood هذول المرضى. زائد بصير عندهم shortness of breath, pleuritic chest pain, general fatigue وgeneral ماليز. طيب هاي كليتها symptoms associated with tuberculosis. وأكيد أهم شيء إنك تضلك عارف إنه واحد من الأشياء بالdifferential تبعون ال weight loss اللي بيجيك المريض. They lose significant weight in a short period of time. طيب طبعاً ال diagnosis بده history, بده physical examination, بده imaging ل chest X-rays, CTs. طيب ولاب دياجنوستكس. موست سبيسيفيك دياجنوستيك تيست هو كلتشر, بس بيكون زي ما حكيت لك الكلتشر بدنا نقعد 8 اسابيع نستنى لحتى نقول نيجاتيف, او حتى 4 ل 5 اسابيع كذا بده يصير عليها جروث. هلا اول شيء بنعمل لهذول الناس بالعاده بناخذ منهم سبيوتم سامبل. احنا حكينا الموست كومن فورم هو بالمونري تيوبركلوسيس. هذول الناس بيعطونا سبيوتم. حاليا الجايد لاينز بيقول لك هذا السبيوتم بتروح تعمل له ستينينج بصبغه بسموها اورامين رودامين ستينينج. طيب بقول لك هذا السمير اذا فيه مايكوبكتيريا they will start to fluorescent. بس تعمل لهم صبغه باورامين رودامين ستينينج. فانت بتعمل كويك سكان بالفلورسنت مايكروسكوب, واذا شفت في مكان فيه وهج تبع الاورامين رودامين ستينينج بتروح تطلع تعمل له زي نيلسن تكنيك, بتحاول تشوف اذا في اسيد فاست فسلوه. طيب هلا هذه مشكلته طبعا هاي سبيسيفيك, بس السنسيتيفيتي تبعته واطي, يعني مش كل واحد ما لقيتش فيه اسيد فاست بالسبيوتم تبعه معناته ما عنده تبركلوز. الشغله الثانيه بالسمير, بدك تعرف بالسبيوتم سمير شغلتين. السمير بالعاده كورليت مع الديزيز سيفيريتي از ويل از مع الانفكشنس. يعني بالعاده كل ما كان وضع المريض اسوء احتمال انه يطلع سمير بوزيتيف اكثر. الشغلة الثانية كل ما كان سمير بوزيتيف المريض وغديته بوزيتيف هو معدي وبشكل كثير كبير. طيب انا اكبر دليل هي عمال بيطلع بالسبيوتم تبع المريض. كلتشر هو الموست سبيسيفيك دياجنوستيك تيست. كلتشر بنحتاج اما بنعمله بالبروث زي ما حكينا هذا الميدل بروث 7H9 7H12, او بنعمله على لونشتاين سيمي سوليد او 7H10 هذا السوليد ميدل بروث. هذول بقول لك حكيت لك بعد 4 أسابيع تصير عليهم البروث. طلعوا بشيء معدل منهم البروث, واحد يسموهم باكتيك سيستم از ويل از ميجت تيوبس, ميجت مايكرو باكتيريا بروث انديكيتور تيوبس. طيب هذول بس دي تشيك فور تيربيديتي بالبروث اذا صار في اي جروث. هذا بيعطينا سنس, هذول بيعطوا نتائج بالعاده خلال اسبوعين. طيب هلا في اشياء كثير طلعت كمان تساعد بالدياجنوسيس تبع المايكروبكتيريوم تبركلوسيس, منهم نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست, البي سي ار, تيوبركلين سكن تيست, وانترفيرون جاما ريليز اسي. فكروش برجع عيدها مره ثانيه, فكروش تشخيص التبركلوسيس سهل. هذول التيوبركلين سكن تيست والانترفيرون جاما ريليز اسي الاثنين بيقولوا لي المريض عنده باست اكسبوجر لمايكروبكتيريوم تبركلوسيس, بس ما بيقولوا لي المريض عنده اكتف ولا لا اكتف, وبس بيقولوا لي انه هو انصاب قبل هيك او تعرض للمايكوبكتيريوم تبركلوسيس, انصاب امبارح, انصاب قبل سنه, قبل 10 سنوات, ما بيقولوا لي. الشغله الثانيه شيء سبيسيفيك, هذا التبركلين سكن تيست, هذا ذيس كومونلي يوز بامريكا وبوسترن يوروب. ليش؟ لانه واحده من مشاكله كانت انه الناس المطعمين اللي باخذين البي سي جي زي احنا هون بالاردن وجزء من برنامج التطعيم الوطني, هذول بيعطوا فولس بوزيتيف.
فهم بيعتمدوا عليه اكثر من أنه الناس غير مطعمين، بس طلع لهم الناس المهاجرين فصاروا يعتمدوا اكثر على الانترفيرون جاما ريليز السي. جبال كلين سكين تيست هذا بيوريفايد بروتين ديريفاتيفز بينعطوا تحت الانتراديرمالي ونطلب من المريض بعد 48 ساعه انه يرجع ونقيس انديريشن. انتم هلا بسنتاتر ضايل الفصل تطلع على المستشفى، انديريشن معناها ثيكند وهاردن، مش بس اريثيما يعني الاحمرار بكون كثير كبير الدائره، انت اللي بتقيسه الانديريشن، شيء بيكون ريز ابوف ذا ليفل اوف ذا سكين وهارد، طيب شيء بتحسه احساس، بتجيب الرولر المصدر وبتقيس. وفي الانتربريتيشن تبعه شوي في شويه كونفيوجن، بس هو بتقسم لاكثر من خمسه يعتبر بوزيتيف مليمتر لمرضى الاتش اي في فور اكزامبل. طبعا ليش؟ لانه هذا ذيس از ميجر سيجنيتيف كوميونيتي. طيب هذول الناس اوريدي ذي هاف امبيرت سيجنيتيف اكثر من 10 هذا للناس انترميديت ريسك جروبس منهم الالكوهوليكس الناس اللي في البريزنز دراج ابيوزرز منهم الهيلث كير بيرسونال زي انتم راح تكونوا على الوجه هذا اكثر من 10 اكثر من 15 للهيلثي بوبيوليشن حتى تقول عنه بوزيتيف. اجين ايش هذا بقول لي؟ بس بقول لي في باست اكسبوجر للمايكروبكتيريا بس ما بقول لي متى. مشكلته شغلتين، مشكلته اول شغل الناس اللي الطعامين زي ما حكينا بيعطوا فولس بوزيتيف، والشغله الثانيه انفايرمنتال مايكروبكتيريا هذول الموتس هذول كلهم برضه بيعطوا فولس بوزيتيف. اذا المريض انصاب بواحد من هذول الانفايرمنتال مايكروبكتيريا ممكن يعطيني فولس بوزيتيف على الجيبكتيرين سينتيز. راحوا طلعوا بواحد جديد هذا ما صاروش يمكن حوالي 10 سنين انترفيرون جاما ريليز اسي هذا بناخذ بلاد سامبل من البيشنت. طيب وعندي بالمختبر في عندي تيوبات فيهم انتيجنز سبيسيفيك من مايكروبكتيريوم تبركلوسيس اللي هي البرنسبل باثوجين تبع التبركلوسيس بالهيومن. هم منين لي هذول التيوبات؟ بيكونوا ثلاث تيوبات، واحد من التيوبات فيه اي سات 6 اللي هو اللي سكريتد انتيجين 6 كيلو دالتون، وفي واحد ثاني اسمه سي اف بي 10 كلتشر فلتريت بروتين 10، وهذول مش موجودين غير بالمايكروبكتيريوم تبركلوسيس. نخلطهم او نضيف عليهم من الدم تبع المريض. هلا اذا الدم تبع المريض هذا المونوسايتس اللي فيه شافوا المايكروبكتيريوم تبركلوسيس قبل هيك هم سنسيتايز اون سكند اكسبوجر they will start pouring out interferon gamma. طيب فبنقيس الانترفيرون جاما وساعتها بنقول ان هذا في كات اوف سيرتن كات اوف الانترناشونال كات اوف هو 35 انترناشونال يونت بنقول عنه بوزيتيف ولا نيجاتيف. ميزته انه بس ما فيش فيه الفولس بوزيتيف اللي كانوا يعطوها سواء انفايرمنتال مايكروبكتيريا او البي سي جي فاكسينيشن. الدروباك زي التوبركلينس كنتس الاثنين بس بيقولوا لي باست اكسبوجر ما بيقولوا لي المريض عنده اكتف ولا لا. تريتمنت وايز هذول المرضى بمشوهم على اربع ادويه لانه الريسك اوف الدراج ريزيستنس كثير عالي منهم. طيب هذول المايكروبكتيريوم تبركلوسيس وبالتالي بمشوهم على اربع ادويه بتراوح الحجم ما بين 6 شهور ل 9 شهور، فيش دوله بالعالم تعطي اقل من 6 شهور. طيب بقسموها على تو فيزز، اول شهرين بسموهم انتنسيف فيز، ثاني اربع اشهر بسموهم كونتينيويشن فيز. الانتنسيف فيز هذا المكثف فيه اربع ادويه ايزونازايد ريفامبين ثامبيتول بايريزينامون. الاربع اشهر الكونتينيويشن فيز الثانيين بيكملوا على دوايين ايزونازايد وريفامبين. اكثر دواء ممكن يصير عليه ريزيستنت هو الايزونازايد. اذا كان في عند المريض ايزونازايد وريفامبين ريزيستنس بصير بسموها مالتي دراج ريزيستنت سترينز. طيب هذول الام دي ار سترينز هذول المورتاليتي تبعتهم كثير عاليه. طيب هذول الناس دي مايت ديفلوب از ويل غير ايزونازايد وريفامبين بصير عندهم ريزيستنس لا فلوروكوينيلونز از ويل از انجكتبل دراجز. انجكتبل هذول بس تاخذهم بالمستشفى اللي هم كانامايسين كابريومايسين. طيب اذا صار عنده ايزونازايد ريفامبين فلوروكوينيلونز بلس كانامايسين كابريومايسين اي واحد منهم هذا يعتبر اكس دي ار اكستنسيفلي دراج ريزيستنت سترينز. ايش يعني اكس دي ار؟ يعني ذيس از بوتنشلي انتريتبل ولا بتقدر تعمل له اي شيء ولا في اي انتي بايوتيك بالمستشفى بتشتغل عليه ولا اي انتي بايوتيكس تعرفوهم البشريه. الاف دي اي ابروف نيو دراج قبل بجوز اربع سنين وبعد ما تم استعماله بالحياه العمليه ما فهمش ابدا لا مرضى الاكس دي ار.
هاي مشكلة جديدة مضافة لمشاكل التوبركلوز القديمة. مشاكله طبعا أول شيء بدنا نتخيل أربع أدوية، المريض قديش الكومبلينس تبعه بده يكون عليهم. الشغلة الثانية إنهم سايد افكتس كثيرة، هيباتوتوكسيسيتي، أوتوتوكسيسيتي، ريفامبين، ريد بودي فلويدز، نيوروتوكسيسيتي، كليتهم. طيب؟ الشغلة الثالثة قلت لك المريض بالعادة بعد ما يبلش العلاج بعد ما يحطوه بالكورنتين أسبوعين ثلاث أسابيع then they are rendered non-infectious. وبالتالي المريض نفسه بحس بتحسن كبير فبطل يكمل على الأدوية هذول. طيب؟ لدرجة إنه كان بعض دول هذول الدول الموبوءة كثير مثل جنوب أفريقيا في عندهم شيء دبليو اتش عملوه معهم دايركتلي وتسير تريتمنت. لازم المريض يجي كل يوم وياخذ حبوب الدواء هذول الأربعة قدام ممرض ويكتب له تشيك ليست إنه أخذ. طيب؟ غير هيك بيجوا الشرطة كانوا يجوهم على العيادة. الناس اللي عندهم لاتنت تبركلوسيس ومعرضين انه يصير عندهم immuno compromised status for one reason or another هذولا بدك تعطيهم preventive treatment اللي هي ايزونازايد وهنا حطها لتسع شهور هذا الدواء لحد. prevention هو نفس المطعوم اللي موجود من الخمسينات من 70 سنة ما تغير ولا أي شيء اسمه Bacillus calmag-urine this is a live attenuated mycobacterium ovis. طيب وهذا أول مطعوم نأخذه بالأردن احنا تأخذ بالأبر فور آر وبيترك ندبة في الشهر الأول. طيب باللفت أبر فور آر شغلتين بما يخص هذا المطعوم. أول شغلة الإفكاسي تبعه الإفكاسي ريت بتراوح ما بين 0 إلى 70%. 70% هذا وليش بعض الدول نزالت مستمرة فيه أكثر شيء بيحمي الأولاد الصغار من الموس سيريوس فورمز أوف تيبيركلوس اللي هم التيبيركلوس منينجايتس والميلياري تيبيركلوسيس. طيب والصفر وين؟ صفر this is against the most common form اللي هو البلمونيال تيبيركلوسيس بالأبرز. طيب بعض الدول شافت إنه هذا الشيء مش كوست افكتيف زي أمريكا وبعض دول الأوروبا الغربية فوقفوا إعطاها بالمرة. إحنا ما زلنا نعطيه بالأبرز قولنا كثير من دول العالم بس الناس كان يجري ما في أي فاكسين أو أي تعديل عليه صار من 70 سنة للأسف. طيب هلا شوي بريفلي على الأذر مايكوبكتيريا. هذول المايكوبكتيريا نسميهم environmental مايكوبكتيريا أو بسموهم non-tuberculous مايكوبكتيريا ولهم اسم ثاني يسموهم MOTS مايكوبكتيريا other than tuberculous بكتيريا. طيب هذولا أول شغلة دي على الانفايرمنتال وموجودين في الانفايرمنت وفي السويل. الشغلة الثانية هذولا كونتيجوس بيرسون تو بيرسون. إيش بتوقع؟ من البيئة اللي هذولا من البيئة هذولا أوبورتينيستيك بالعادة بيصيبوا الناس اللي منهم كومبرومايز بتعرفوا هذولا منهم كومبرومايز كنا نحكي لكم منهم كومبرومايز هذولا السب بوبيليشن عمالهم يزيدوا هلا بلادنا. طيب ضل ببالك بس الناس اللي عندهم كونجنيتال او اكوايرد زي مرضى الايدز تخلي في بالك مرضى المالينسك يعني انت بتداوم بالحسين بتشوف تشوف كثير من هاي الاشياء المرضى اللي عملهم ترانسبلانتيشن. طيب الناس اللي ماشيين على اميونو سبريسنت ايجنت واحد من الاشياء مرضى روماتويد ارثرايتس هذول بياخذوا انتي تي ان اف الفا هذول بسموهم انفليكسيمان هذول اول اذا كان عندهم لاتنت تيبركلوسيس اول ما يبلشوا العلاج تبع الانفليكسيمان مباشره بصير عندهم سكندري ريأكتيف تيبركلوسيس. طيب هذول الميونو سبريس هذول they are getting bigger and bigger بالمجتمع. طيب هذول اهم شغلتين بدي اضلوا في بالك بالعاده بنحطه بالسيناريوهات تبعون الاسئله في شيء كلاسيفيكيشن لهم بسموه رينيون كلاسيفيكيشن هذا بقسمهم حسب هل هم فاست او سلولي جرور والكتوف 7 ايام اللي قبل 7 ايام جرور هذا بسموه فاست جرور واللي بعد 7 ايام هذا بسموه سلولي جرور طبعا المايكوبكتيريوم تيبركلوسيس سلولي جرور. طيب والشغله الثانيه بقسموهم حسب their ability to produce a pigment in the present or in the absence of light فهذول اللي بيعملوا pigment in the present of light بسموهم photochromogenes واللي بيعملوا in the absence of light بسموهم scotochromogenes وفي منهم ما بيعملوش pigment either in the presence or in the absence of light هذول بسموهم non-chromogenes. طيب فممكن تلاقي بالوصف fast grower ونانوكروموجين سلولي جرور وسكوتوكروموجين طبعا اشهر واحد فيهم اكيد المايكوبكتيريوم افيوم كومبلكس هذا بالعاده ديسيمينيتد ديزيز و
وروت اوف ترانسميشن لإله بالعاده انهيليشن او انجشن. طيب هذا يعني ديسيبيت ممكن في يكون في بالمونري انفولمنت بالعاده مصدر ايدز او انه كومبرومايز فيه. خلي في بالك مايكوبكتيريوم كانسيرس يعني تعمل بالمونري ديزيز تبركلوسيس لايك. طيب هي واحده من الموست كومن ايزوليتد مايكوبكتيريا باليونايتد ستيتس. المايكوبكتيريوم مارينيوم مايكوبكتيريوم مارينيوم هاي تعمل شيء اسمه اكواريوم جرانيولوم خصوصا الناس اللي بيشتغلوا مع الفيش اكواريوم. طيب المايكوبكتيريوم السيرانز ذيس سكن اند سوفت تيشو انفكشن. طيب هذول سلولي جروورز اند ذي ار فوتوكروموجينز they produce a pigment in the presence of light. Right? The Mycobacterium scrofulacea. This is the most common cause of scrofula in children. Right? فصار عندنا اللي بيعمل scrofula بالولاد الصغار tuberculosis كان عنها بالأول والمايكوبكتيريوم سكروفيلاسيوم. هاي أشياء خصوصاً بالولاد الصغار. طيب؟ هاي this is scotochromogenes slowly grower scotochromogenes. Mycobacterium avium complex. This is non-chromogene as well as slowly growing. زي ما حكى لتعمل disseminated disease بالimmunocompromised individual. آخر group هذولا fast growing. منهم المايكوبكتيريوم فورشيتوم. This is a common cause of opportunistic infection of environmental mycobacteria. Mycobacterium colonial abscesses هي تعمل abscesses تعمل skin و soft tissue infection. الاثنين rapidly grower they are non-chromogenes. طيب؟ أي حد عنده سؤال؟ ما بيتمنعش.